جزاء. يهدي ركلة الجزاء للجولة الثانية على التوالي في دوري الأبطال، فيتسبب بخروج فريقه من دون أهداف أمام كوبنهاجن ثم بوروسيا دورتموند. هون أخشى على الرياض من ما حصل مع غريزمان، وما زال غريزمان تجبر في كأس العالم 2018 وسجل 3 ركلات جزاء للمنتخب الفرنسي، وفجأة في عام 2019 حلت عليه لعنة غريبة مش قادر يتخلص منها للآن. إشي مخيف وغريب، غريزمان تحول لأسوأ منفذ ركلات جزاء في العالم، أهدر 4 ركلات جزاء على التوالي مع المنتخب الفرنسي في 4 مباريات مختلفة، وبالمجمل تقريبا آخر 8 ركلات جزاء سددهم يمكن 7 منهم، وهذا متى؟ بعد ما كان متخصصين أول في المنتخب الفرنسي وأتلتيكو مدريد. الآن خسر هاي الميزة وممنوع يقترب من أي ركلة جزاء، صار خايف ومرعوب ومرتبك، بيفكر أحياناً إنه عشان يكسر خوفه لازم يسدد كرة قوية وعالية مش أرضية، وهون امسك مصايب، إما في القوائم أو في العرض أو خارج المرمى أو يتعملق حارس المرمى ويصدها على طريق جزاء. أنا كثير خابز وعاجل جزماً في هاي الحالة الصعبة اللي بمر فيها مع ركلات الجزاء، إن شاء الله رياض ما يوصل لهذا الحال.